الغلم بدا كتاكل الخروف، حنا كنحسبوا الخروف هي كل شيء 5 دراهم ولا 120 ريال في النهار. بعد هذه الحاول الكبير ياكل بعد توا شي 10 دراهم ولا 160، والخروف الصغير ياكل 5 دراهم. والثمن المهم ثمن الاخر 70. هذه فن المهم كاينه نفس جديده 70 هي اللي كاينه كاع، ما كاينش هذاك الحاول الغليظ اللي كتعرف. المهم 45 46 44 30 تل 15. المهم كاينه من 70 تل 15. الدرويش يعيد كل شيء، عيد حتى واحد ما يبقى بلاش. عاد الدرويش اللي هو الفلاح اللي واكل العصا، النخله ب 26 100 الفال دايره ديال الفاصه دايره 12 100000 ريال. المهم راه كل شيء مزيان وصافي. المليح بحقه، الثمن مناسب، ما كاين لا غلا لا والو، الثمن مناسب. حنا ساكنة مدينة الجديدة، يعني كنشتكوا من أثمنة مرتفعة، جد مرتفعة. يعني كتلقى حولي يعني عادي، كتلقاه ب 86 ب 76، يعني أثمنة مرتفعة بزاف. اللي ما عندوش مشكلة كبيرة هذيك، يعني حتى لو عنده جهد 30 ما تشريش لي، 30 34 ما تشريش لي، ما تقدش تشري لي ديك الثمن وداك الشيء. يعني الناس كيتشكوا بزاف من الثمن وداك الشيء، يعني خاص يكون واحد يعني مراقب على الأسعار وهذه، يعني ماشي شي حاجة، يعني خاص تكون مراقبة وداك الشيء، ويعرفوا الناس يعني على حساب الثمن، كل واحد تيقد يشري على حساب قد على جيبو وداك الشيء.